محمد الحاج كمان ونشكر دكتور عمرو موسى ونشكر استاذ سامح موجودين. يقول انا دلوقتي تعبان جدا بقالي كام سنه 59 سنه تعبت قوي وترجم الاشاره فين؟ برضو اقسام البوليس لازم يكون فيها مترجمين اشاره. المستشفيات والاماكن الطبيه لازم يكون فيها مترجمين اشاره. ليه مفيش؟ بيقول كان في زمان شغل لينا في الجيش يعني من نسبة 5% دلوقتي ما عادش في أي حاجة قلت قوي النسبة. بيقول أنا والدي كان شغال في الجيش وكان في صوم كتير جدا بيشتغلوا في الجيش لكن دلوقتي مفيش فلازم يكون من نسبة 5% الصوم يشتغلوا في الجيش ولازم نسبة 5% تفعل في كل الأماكن ده قانون. بيقول أنا بيقول أنا بشتغل في المطار. أكيد أبويا عامل إيه؟ 5%؟ بيقول أنا كنت عايز أسافر أمريكا. بيقول أنا بشتغل يعني مرتبي قليل جدا. الناس كلهم بيشتغلوا مرتبهم عالي جدا إلا أنا. 100% مع اني انا بشتغل شغلي 100%. كل حاجه اصولهم كلهم عندهم خبرات كبيره جدا في مجالات كتيره قوي. يعني حتى لو هو كان امي ما بيعرفش يقرا ويكتب بس هو يقدر يشتغل حرف يدويه برضه. فبيقول لو سمحت لازم يكون في قانون خاص بالعمل لينا يعني يساعدونا فيه. فالحكومه هي اللي مسؤوله بحاجه زي دي. لازم تساعدونا لو سمحتوا. وبشكركم تاني كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. عبد العظيم محمد علي. العظيم محمد علي. لهم حقوق واجب على الدوله ويجب الدوله ان ترعاهم وتكفل لهم حياه كريمه. طبعا الذهن مش هيشتغل ومش هيعرف يشتغل. فبالتالي لازم يبقى في كفاله ليهم يعني مش يعني بقى كفاله امان يعني لا يبقى ليهم التزام بحقوقهم. زي المطار. بالظبط ايوه يعني لا بس دول اكتر من يعني المطار لان هم بيبقوا عبء على اهاليهم. وشكرا جزيلا. شكرا.